انا اتحدث. تعالى الله ينور حبيبي، الله ينور. هي دي حته الصح. صح، بص دي حته الصح. انت حطيتك هنا. انا بقول لك دي حته الصح. بص بص الدكتور نبت. صح صح، الله ينور. على جنبهم. الله ينور. صنايع كوتو والله. والله صنايع، والله صنايع. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صباح العطاره، صباح النش. هنكمل الجزء الثاني مع كوتو، نشوف برضو ايه الحمامتين هم سايبين. هم شغالين زي ما هم قالوا، على حطتنا قدام عينيك يا معلم. لسه حمامتين شغالين. الله ينور. متعلق لهم الشواره كمان. متعلق الشواره بتاعتهم اهو، يحرقوا مجهود. حتى عم محمود بيقول لك ايه، يعني لو مشيت فيها بوظان وكده تجيب الحمام ده ما تجيبوش على البحر، تجيبه تحرق له مجهود هنا. فوق دماغك وفعالي وشغال، لو شغال بشواره، شغال بتقفل طريق، شغال اي حاجه برضو ايه سابق. عندنا عادي. صح، الله ينور. النقش رجع لك برضه خطوة. ها؟ رجع ومشي كده. كده كده بص ما اشغلش دماغه. بص هم كل ما تحس ان هم يوطوا كده روح مديهم شويه يقبوا تاني، يديهم شويه يقبوا تاني. تيجي في الحته هي حته واحده بقى، تشوف بقى ايه اللي متفضل لك والقصه دي. لكن اللي انت يتاخر لك فردح عندي لا مفيش منه. لا لا لا، سيبهم فردح عامل زي العنب ده اهو. بص وهتلاقي افتح عليه زوم. افتح واضح مشكوش باين صح؟ شروال كده. وممكن يكون فيهم حاجة تانية، لأن أنا كان معاه بتاع خمسة ولا ستة مشي منهم اتنين بس. واحد أبيض بتاع محمد؟ ما هو بقول لك ساب، ما هو بقول لك ساب لي واحد ومشي. الحلس ده كان بيفضل ينغص فيهم برضه، اللي لسه مطلعه في الاخر ده. الحلس الاخير اللي انت لسه مطلعه. الحلس الاخير لسه مطلعه ده كان بيفضل ينغص في الحمام. ايه لو انا لسه متن ولا مزود كده هو بيفضل ايه ينغص فيه. فبزنقه بالليل بقى شويه يطلع يشتغل معاهم شويه ويهدى يطمن. ما يمشيش الحمام شيء. وخلاص بقى انت كده بتقفل ايه على الدنيا. لكن طول ما الدنيا كشفه يفضل عامل زي الابره فيه. فرخك ده كتب؟ فرخه من الحلس. بتوعي انت عارف الحلص عن الربع معلم. السرعة انها بتوع زمان. الصلاة على النبي. الله اكبر، الله اكبر. ايه؟ رفعتهم انت كنت؟ خلاص اهو كده لسه شوية برد عليهم. بوظان سهل بتاع الحمام. والله بص اقول لك على حاجة، بوظ لك أي فردة حمام ده سهل، لكن اللي أنت تمشي أصول ده بقى مع ناس معينة صعب. صح، خلي بالك في مناطق كتير برضه كوتو. هي كله بيشتكي على فكره، مش انا ولا والله كده. في ناس كتير بتشتكي من الكلام ده. الناس كانت بتتكلم بتقول لي انت ما بتصورش نش ليه؟ انا مش مستمتع. عكننك ليه؟ صح، يعني انت فاهمني ازاي؟ عكننك ليه؟ انت رحت بتصور هنا وبتصور هنا. صح، في ناس كتير انت ما بتعملش معاهم لقاءات ليه؟ النش مش مكيف. صح، انا في خلي بالك فيديوهات كتيره والله ما نزلتها. مش هتنزلها لانك انت مش انت ذات نفسك مش متمتع. احنا عايزين نمتع الناس، الناس اللي في الغربه دي، الناس دي بتقعد بتستنى مسلم النش بتقول لك انتوا اللي بتهونوا علينا. والله والله اديكم شايفين يا جدعان اهو، وصلنا لكم برضو من عند اخويا كوتو. حبيبي يابا ده مكانك. بسم الله ما شاء الله. ده انا اللي ضيف عندك حبيبي يا كوتو. على راسي والله. دي فرده حمام ده كان بيترمي برده في السطوح. فرده حمام زي ده كنت زقه في السطوح. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. الصلاه على النبي. يعني الواحد مش هقول لك صافي يا عم، عضم عادي، بس فرده حمام ده من الصوارع. انا بقول لك يعني انت فاهم، كان بيترمي في السطوح، كنت ربطه بشريطه هنا، شلت الشريطه. بقول لك ايه، والله ما خوف، لميت الحمامه الغزار كلها بقى اللي في السطوح. ما انا برمي غزار. انت لو بترمي عم ارمي غزار. بص انا ارمي غزار وانت ارمي لي جريزلي، بس اتشعلق معايا. صح، بص هصور سما للجميع.
انا هطول نفسك لو انت مجهودك على قدك، انا هطول لك نفسك وافتح لك بقى يا عم، هظبط لك حمامتين والله العظيم. اخليهم بقول لك ايه، لو جه عزلات اخليهم يتطرحوا زي الحمامتين بالظبط. صح، يطبقوا بطبقهم. صح طبقهم. صح. عارف اكوت احلى حاجه في الحمامتين الغزار، لما بتيجي الدنيا كده تعتم بتلاقيهم بيسرقوا كده، بينوروا. اه بيسرقوا حتى لما بتيجي تقفل ضرايبهم الحمامتين، بقول لك ايه، تحسهم اللي هم بينوروا معاهم. بينوروا معاهم. في فرق برضه يا جماعه انك تربي برضه حمام غزار، والغزار مالهاش تحزم جناب، يعني حمام الغزار ما تحزمش جناب، انت تلاحظها. ايوه ايوه. كل وقت وشويه ايه، وشويه يبقوا فوق. صح. تعالى بقى شوية الصواريخ والنحاس المدافع. بقول لك مدافع مروحة. شوفهم برضو شغالين براحتهم خالص ولا هنسأل فيهم. الدنيا برضو جدعان ليل، بس انت فاهمين برضه عشان اضاءة الكاميرا وكده. اه فالدنيا بتبقى منوره شويه ان شاء الله. ده بان وانت منور يا بابا حبيبي يا كوتو. والله انا اتشرف بيك قدام اي حد والله يا كوتو حبيبي اخويا. ده ايه النور الارضيه واللمبه اللي على النضاره ايه. بيشتغلوا بقى براحتهم خالص هم. انت معاك كام واحده كده كوتو؟ انا اللي لامح فيهم هما اثنين، العنبري العنبري ده وفي بني كشري، ده اللي لامحهم فيه. نار رشيدي حبيبي، نار الدنيا. اهلا وسهلا عليك حبيب اخويا. اهلا وسهلا مشتركين حبيب اخويا، منور الدنيا كلها. منورين هنا كانكم معانا هنا بالظبط. حبيبك كبير دوم الشوارع برضه الصغيره احمد دي شغالهم شويه. احنا بنمتع الناس يا عم، انت قلبك جامد يا كوتو والله قلبك جامد. هو بقول لك ايه، قلب الحمام من قلب صاحبه فعلا. صح صح. سمح احمد برضه يدوم ايه الشوارع، الشوارع كده هيشتغل يبوا شويه. بسم الله ما شاء الله. بس هي مش طالبه، بص يا عم محمود حال البلد انت شايفه عامل ازاي، هي مش طالبه عكننك ولا تخنقني ولا اخنقك يا عم. انا بقول نطلع نتمتع، نطلع نتمتع يا عم واخوات. المشكله اللي بيغذي الناس تلاقيهم في الارض، انت فاهم، ممكن اكن ما بيعملوش اي حاجه. طب ما تخليها حلوه زي فوق زي تحت، زي تحت. صح. لكن انت بتولد كراهيه منين؟ من فوق ممكن تخلينا ايه نبقى كراهيه من تحت، يبقى هي خليها لا حلوه ماشيه فوق زي تحت. صح، زي ما اتعلمنا ان تحت الدنيا تبقى ماشيه حلوه خلوها فوق برضه. والله العظيم كان بيتمسك لنا حمام، وبنمسك حمام بننزل على القهوه نفضل نضحك ونهزر ولا في اي حاجه ولا متع. ايه ده متع. بقى هو خلاص هو نايم، فلس من النوم اساسا او عايز يحط اهو، فلس من النوم خالص كده. ده ممكن بقى ايه نجسهم كده نشوفهم، لان انا ايه انا شايف فيهم اتنين، ممكن يكون فيهم واحد متطبع ونام في وسطهم، ما تاخدش بالك من النوم الا ساعه الحط نخلالهم عادي. انت برضه بخيالك انت فاهم ازاي. تعالى ايه انا فاتح الاثنين بتوع ايه. بص العنبر اللي فيهم ده اتش النور. بص بص عمل ازاي. اه خلاص والله لو بيتكلم اكوتو كان قال لك خلاص انا هنزل. انت فاهم كان بيقول لك انا عايز انزل. لا خليه بقى، وحتى لو مشي فلس يمشي. هينزل يقول لك انا اتحليت. انا بقول لك خليه بقى كده. هو بص بقول لك ايه، كان حابب اللي هو يعمل بس راجل جدع اول ما قطعنا دي. انت مات وسطه والله شكله هيحطك كنت لوحده. بس يعني انت بس هيكون هينزل على الظهر لوحده. الحمام ده لسه والله محمود ما فيها الا يوم يتقفل ضرايبه. الحمام بس اللي كان بيتربي كام واحده تزاويد بس، لسه الحمام ده لسه اول عن اخر لسه.
ما لو كان دخلوا بقى تماسك كانت الدنيا شغاله كان حصل ايه؟ والله العظيم بس يكملوا للاخر. ده الواحد من المصحف السنه دي كان بيقول الواحد هيطير. يا عم ده كان هيفتح قبل المغرب بخمس دقايق ولا حاجه. اعدل بقى يا احمد، اعدل الدوره بتاعتك من النضاره. بص في لقطه برده كده الحمام ده برده ايه هيشوف. بص الحمام ده ليه ازاي كمان دلوقتي. بص اعدل هتعدل لهم الدرة؟ هتعدلوا الدرة بتاعتي الزاوية. الزاوية هيرقلسوا مرتين ثلاثة كده هتلاقيهم لغاية ما يعملوها من تحت. بتعمل ايه بقى كتب؟ بص هتلاقي شفت هما دايرين ازاي؟ بياخدوا شاورتين فوق الشوم من الناحية دي كده بقلبهم على جنبهم من الناحية دي. الصلاة على النبي. اقلب. أنا أتحدث. قلب. الله ينور. حبيبي الله ينور. هي دي عدت الصح. صح. بص دي حطيت الصح. انت حطيتك هنا. انا بقول لك دي حطيت الصح. بص بص جبتهم لك فين. صح صح الله ينور. على جنبه الله ينور. صنايع كتو والله. والله صنايع. والله صنايع. بص عايز نقصهم ونشوفهم ايه دنيتهم. يلا بينا يلا بينا يلا بينا. هذا اهو تابع بقى الحته الاكشن والاثاره دي. لوحده طف لوحده كده ايه. تعالى كده يا معلم ادي الحامتين اهو. حطوا كده في واحد سيبهم خالص. الصلاة على النبي. عارف بقى انا بقول لك ايه، لو خدت شويه تاني انت فاهم فرد الحمد ده ايه ينزل يحط. بس انت ايه طمنه. وانت كمان قلت انا مش عايزه. يمشي. انا كده كده مش عايزه النهارده. يمشي يمشي مطمن. يجي تاني يوم بقول لك ايه لو خدته على الظهر على طول ينزل وهو مطمن. الصلاة على النبي. بسم الله ما شاء الله. ادي الحامتين اهم حاجه تظبط الحامتين دي. صح. ادي الحامتين اهم ولا لا. بسم الله ما شاء الله. حطوا كتف واحد. كتف واحد وحاطين حته كويسه. بسم الله ولا فرد عام مدلدل خناجر ولا اي حاجه. ادي اهو حاجه مش همتك ومش همت اي حد. حبيبي والله اخويا انت تشرف الدنيا كلها والله العظيم. كوتو مش فيها لسه والله العظيم. قد الدنيا والله كوتو. ربنا يستر عليك اخويا. اخو ده هو كده بنبدا ان انا بقى ايه اعمل لهم المكاتب بتاعتهم. انت بقى يحبسوا معاه انت فاهمني ازاي. يتروب بقى خلاص. ويكل حتى في كام ذكر كده جايبهم جداد هنا اهو. كنت ببدا ان انا افتح ايه واحد واحد كده. فبقالي كام يوم ايه ما فتحتش الا واحد منهم فمعكسهم. انتوا بتسيبهم في اخر النهار؟ دكورة افتح لهم اخر النهار. ما بسيبش انا فرد حمام برضو ايه على التاية كده يطلع وينزل على بابه والقصه دي. لا انا بسيبهم ايه الحمام ده اخر النهار واحد في واحد كده لان مش محتاج ليه. ما بتسيبش على النت يا كتو؟ بص النت ايه؟ النت ايه؟ بس لما رجعوا قلت استفاد منهم انت فاهمني ازاي؟ النتايه استراليه مثلا تاخد منها زغلين. عندي المراعه ده كانت الحلسه دي محصيه شلت من تحتها الحصويتين وخليته اسيبه عليها. بس لما باجي افتح ما بطلعش النتي في وسط الدكور. بحجز النتايه كده اهو. بيبدا اللي هو يطلع ويخش على الباب بتاعه. ممكن اخد له النتايه احط له في الباب اللي جنبه. هو شامم ريحتها في الباب. هو شاممها في الحته دي. صح. انت اهم حاجه بس تكون يابا استمتع. انا متكيف والله كوت. والله والله العظيم قد الدنيا. والله العظيم بس والله قد الدنيا اللي انتوا شايفينه. كفايه بس انت مطلع الحمامتين كده ويحطوا كتف واحد. الحمد لله. دي والله العظيم يعني بص اكيد انت تعبت برضه. دي خدمه. دي وخدمه. انا بقول لك انا شرحت لك حته بتاعت عدل اللي هو الحمام على جنبه ده. دي احنا جبناها بالكاميرا انت فاهم. مش محفظينه من الحمام ده تعب برضه. صح
صح. طبعا معانا بص الراجل اهو ابو مروان حبيبي ابو مروان الدنيا علينا بعد مروان برضه بيتهم ومكانهم الناس دي نورت لينا والله العظيم قد الدنيا يا اخويا فدي حاجه بتبسط الواحد الناس برضه بتيجي من اخر الدنيا عشان تستمتع شويه بس انا عارف ان هم وشهم هم متعكنين احنا مستمتعين هو مستمتعين عشان احنا قاعدين مع بعض عشان احنا مع بعض عشان قاعدين مع بعض لكن قصه نش الناس مش نش ان شاء الله النش يرجع تاني ان شاء الله باذن الله ان شاء الله حبيب اخويا كوت نور الدنيا كلها رشيد حبيب حبيب اخويا حبيب احلى مسا على الناس كلها النهارده من سطح آل ادم حبيب يا معلم النهارده من سطح آل ادم كيفنا وشفنا حطه الحمام وعديته ازاي كان معاك اخوك كوتو حبيب يا معلم محمود المصري السلام عليكم ورحمه الله وبركاته